ماتش الجزائر الكابتن اشتغلنا الاسبوع كله طبعا بتاع المعسكر على اللي احنا نبقى يعني باردين في الملعب، اللي احنا نبقى هاديين من الاخر يعني كده، وهاديين جدا. ابرز حاجه قالها، انتوا يعني انتوا انزلوا بس واسمعوا صوت، خلوا ودانكم مع صوت الجمهور، هتلاقوا الدنيا بالنسبه لكم سهله. كان في بعض الناس مشدوده، لعيبه مشدوده بتاع الكلام ده. كان الماتش برضو الملعب مقفول متربس جمهور، يعني كانت حاجه تفرح. كابتن كان اهم حاجه عنده الثقه، ان انت تلعب تبقى راجل في الملعب، والمكسب هيجي. وفعلا المكسب جه في اخر الماتش. طبعا احنا الطبيعي بنتيجه المباراتين احنا صاعدين كاس عالم، فطبعا موضوع اللوائح والحاجات دي طبعا انا ما اعرفش فيها قوي، بس الطبيعي احنا بمجموع الماتشين نصعد. يعني ما الجمهور فرق معانا كتير في الماتش ده الصراحه. احنا خسرنا بعد الماتش، يعني خسرنا الماتش اللي هناك بعد الماتش اللي هنا اللي كسبناه. من الاجواء كلها الناس فرحت بزياده، الاعلام صور للناس خلاص اللي احنا موجودين في كاس العالم، ودي نقطه سلبيه. دي فرقت معانا 50 60% في الملعب. احنا نازلين عندنا ثقه وهم خايفين. هم بقى يعني كانوا اقرب فرقه للصعود من بدري جدا. احنا كسبنا 4 ماتشات بره وجوه كتير، برضو ماتشات صعبه، رواندا في رواندا، زامبيا في زامبيا، ماتش جامد، رواندا على ملعبنا، والجزائر، فماتشات كلها جامده، ما خسرتش ولا نقطه. هم كانوا اقرب للصعود بدري جدا، احنا رحنا هناك كسبانين ان احنا هنصعد خلاص بس. فده فرق كتير جدا، مع طبعا نوعيه الجمهور اللي كان موجود في المدرجات. يعني الناس كلها اللي كانت موجوده في المدرجات مش جمهور كوره، الناس كلها راحت يعني رايحين يحتفلوا، او من الاخر رايحين ياخدوا اللقطه. يعني كنت خايف جدا عشان اللي شايفه قدامي دوت ما يتحققش. كان حلم بالنسبه لي طبعا ان انا ابقى موجود في كاس العالم، العب كاس عالم، وكان حلم للجيل كله وللشعب المصري وقتها ان المنتخب ده عمل كل حاجه وما راحش كاس عالم. كنت قلقان فعلا، يعني من الحاجات المرات القليله بقى قلقان في الكوره يعني كده. ما هو بص زي ما بيقولوا اليوم بيبان من اوله كده، احنا كنا يعني مش في يومنا خالص، يعني ما كناش في يومنا من الاجواء كلها اللي قبل الماتش والكلام دوت، كنا بعيد يعني.